ما تعلق اي حجاب، تقلع طوالي كمون تقلع. هسه بيجوا في في السوق تلقى واحد شايل له حاجه كذي زي الطاوله بتاعت العيش، فيها حلاوه وكذي وسجار وناج وسيمه وكذي، مع شويه تلقى حاجات مدلدله بالوان، اشتروا الشباب البسوه زينه زي ما شفتوها يا جماعه، البسوه كمون وشي مربع كذي صغير لابسينه يا ناس. أسي عليك الله، الله يخلق الزول من أطول سبيبة في راسه لأطول ظفر في أطول أصبع عنده، كله خلقه كذا كذا. يجيب زول شرحه لو بجوز، شوف ابن آدم ده فيه كم عرق، وجوا العرق فيه كم ذرة بتاعت دم، ودم أبيض ودم حمر وسلوك جوا، حاجات ثقيلة جدا، وكم جهاز وكم آية، كلام ثقيل. الله يخلقك الخلق ده كله ما يقدر يحفظك؟ لما تعلق لك حاجة قدر الطبلة وكمون صغير كذي خاتنه، يقول لك ده من العين وده من كذي. قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. انت يتحصن وأدعو الله سبحانه وتعالى، الله بيحفظك كل مظاهر الشرك دعاء. زول بينادي غير الله يتوب، أخير يتوب، أخير يتوب، ما يصير ساي، امش لله بالنجيضة. أنا احنا بنقول للناس اللي بيخالفونا في الموضوع ده بالذات تاع الدعاء ده، نقول له ما تدعو غير الله، يقول لي نقول لا الله قال، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تدعوا من دون الله، ما قال ولا تدعوا صنما، لا لا، قفل الباب تب، قال ولا تدعوا من دون الله، يعني الله وتاني أي شيء دون الله، قالك أي شيء ما تدعو. وراك ليه؟ ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت مش دعيت فإنك إذا من الظالمين. وممكن زول في الدنيا يقول لك أنت ظالم، وتمش قدام الله تطلع ما ظالم، لكن لما الله ذاته سبحانه وتعالى يقول لك أنت ظالم، معناه موضوعك ده شنو؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقال لك ما تنادي غيري، نحن نقول ببساطة كذي، لأنه في ناس بيقول لك دي مسائل خلافية، دي ما خلافية. الزول لو دعا الله يا جماعة، لو دعا الله ده عمل خير ولا عمل شر؟ عمل خير باتفاق المسلمين، دعا الله. حتى الناس اللي بينادوا غير الله قول له نسمعه، لو الزول دعا الله عمل خير ولا شر؟ قول له عمل خير، دي باتفاق المسلمين. طيب دعا غير الله، قال بدعوا غير الله، يقول لك ده خير، والقرآن قال لهم ده ما خير. بيقول ناس بيقولوا ده خير، وناس من المسلمين بيقولوا ده ما خير، ده خلاف ولا ما خلاف؟ خلاف. الأولى مضمونة ولا ما مضمونة؟ مضمونة. والثانية دي لو جائزة هي ما جائزة، لو جائزة مش شغلتها شنو؟ ما مضمونة، صح ولا ما صح؟ هسه أي زول ينادي غير الله يا فلان الحقنا، قل له اسمع أنا لو دعيت الله براو، دعيت الله كذا عندي مشكلة؟ لا لا ما عندي مشكلة. طيب مش لغير الله ليه؟ ده ما سؤال. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ودي ما مسألة أصلا خلافية، لكن أنا شنو ذكرت لك من باب الواقع أنه بعض الناس اختلفوا، لكن في الدين أصلا ما خلافية، دي مسألة مفرغ منها أصلا، الدعاء لله وحده لا شريك له. عشان كده أي زول يدعو غير الله
ده واجب عليه يتوب. واي زول يدعو غير الله والله الذي رفع السماء اساء الظن بالله، ده ظنه في الله كعب وغضب الله. اوريك كيف زول في بيته مرته واولاده اي شيء دارينه بيقول له ادينا ادينا ويديهن. المرة تتونس مع النساوين يقول لا راجلك كيف، تقول والله ما مقصر اي شيء في الدين له، ما حوجنا لجنو لغيره. طيب زول اولاده قدامه بيشحدوا غيره بيزعل ولا ما بيزعل؟ مرق السوق اشتغل اشتغل عرقان الدور، جا صلى في الدور المسجد بعد الدور، ولده الكبير قام قال يا جماعة أنا محتاج أدوني، بيغضب ولا ما بيغضب؟ ده أبوه ما خلقه أبوه بس. طيب الله الكون كله حقه وأي شيء حقه، تخلي تمشي لغيره بيغضب ولا ما بيغضب؟ بيغضب يا أخي. شكي الذي يدعو غير الله هو عدو لله، علم أم لم يعلم؟ أليس الله بكاف عبدك؟ الله قال لك أنا ما مكفيك تمشي لغيري ليه؟ أنا مكفيك ولا ما مكفيك؟ قال لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت ما تفكر في حسبه، حسبه يعني كافيه، ما بحوجك لغيره. شكاي الأم يدل كان جهته واحدة بس واحدة، إنا لمدركون. ما قال لهم لا لا أنا بعرف ناس وأنا تربيت في قصر فرعون بعرف عندي واسطات بنخش لفرعون ده بالواسطات، لا لا لا. قال لهم كلا إن معي شنو؟ ربي سيهدين. مع إنه الأسباب اتقطعت، ده بحر وده جيش حاوطن وده سيف، يا غرق يا قطع رقبة. ولا أخاف كلا إن ربي سيهدين. والله الداو الداو شيء عجيب ذاته، ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيوة الموية زي الجبل، هم في الطريق ومشوا ما خافوا، مشوا وقطعوا وبيغادي شايل العصايه بيضرب عشان الناس فرعون يغرقوا. قال له واترك البحر رهوا، خليه ومشمش موضوع ده انتهى خلاص. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. مشى وفعلا ذيل اغرقوا. وهكذا رسول عليه الصلاه والسلام في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن، ليه؟ ان الله معنا. ما قال انا نبي وانت ابو بكر الولي الكبير، انت الولي الكبير وانا نبي، اسب انفخن وينكر عينه اوف نفخن، ما نفخن ولا بنفخن. قال ان الله معنا. شفت الانبياء ديل باب واحد كده فوق، لما بيجا باب فوق الله رفعهم، ونحن لما بيجا بابنا تحت يا هو شغلتنا كذا مواصلات بالتعب واي شيء بالصف ولا ايش بالصف امورنا وكذا بس، والى الله المشتكى. بلد تخشى من بدايتها كذا، امشي الجزيره دي والله تمشي ببوكسي لما يوحل ويفتر البوكسي ذاته، يفتر يسخن كذا طق هوت يسوي. شفت هيد هيديك تبقى ولا ما بعرف هيديك ما بعرف. كل أزراع وبقر بعد ده اللبن زايد، والزراعة يبوها غالية. وبلد زراعة يسافروا لمكة يشتغلوا هناك في السعودية بواد غير ذي زرع، شوف عليك الله الشغلة دي كيف. وبلد ما فيها زراعة مكة، وبلدنا فيها زراعة، مفروض هون يجوا شنو يشتغلوا هنا، صح ولا ما صح؟ لأن نسافر هناك، لأنه هنا الزراعة كل مزرعتين بتلقى حاجة كذي قائمة تحارب الله تعالى. أوضة يبنوها للميت، شوف الموازين دي مقلوبة كيف.
زول ميت يبن له أوضة، وزول حي عزابي ما لاقي يتزوج ما عنده أوضة، ناس مفلسين اشحدوا ما يدون، وناس ماتوا يدون قروش صناديق في المغابر. شوف الشغلة دي كيف على قلب، حوش الجامع مظلم والقبة مولعة. شغلة دي ما تعبانة؟ الجامع ممنوع الحديث إلا بإذن، والتلفزيون يخش يتكلموا يهرطقوا ويقولوا كلام غريب جدا، ومصائب حاجات كثيرة جدا، وإلى الله المشتكى. ناس الدين تضيق عليهم، وناس الدنيا مفتوح. زول الدين يقول لك هذا مولانا يا مولانا، وزول الغنى الأستاذ الكبير الموسيقار، في واحد فنان ماذا رجيب اسمه فيهم بدد بيقدموه في الصلاة، قالوا صوته جميل، بيقدموه بصلي وفي الحلقة بقربيون وبيجيبوه يغني وعلامة الصلاة في جبهته، وما مشكلة كونه يصلي ده حاجة طيبة جدا، نحن متكيفين، لكن مفروض يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الزول العالم وبقول الحق بالأدلة يبغضوه، والزول الجاهل عمل لكم حاجة كذي يعظموه. زمان الصحابة الصحابي يخفي عمله الصالح، أسي يعمل عمل صالح يجيبه في الجرائد، وعملت كذا وفعلت كذا وقدمنا دعم لناس كذي وعملنا لناس ديلك وإلى آخره. ما شفنا صحابي دق علم في بيته قال تعالوا عندي طريقة، الطريقة الأبي هريرية، ما في. ما شفنا ورد جديد لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما في صحابي واحد نام صحة قال الرسول جاني في المنام وأداني قال له يقول هو 512 مرة، ما في. دي كلها في بلدنا شغال، ومصائب كثيرة. الواجب الناس تتوب إلى الله وترجع إلى الكتاب والسنة. خليك حر، خليك مستقيم، خليك نادم وراجع إلى الله تعالى. لا تمش لدجال، لا تمش لعراف، لا تمش لزول تقول له شوف ليه الرايحة وين، لا تعلق حجاب، لا تنادي غير الله، لا تستعين بغير الله سبحانه وتعالى، لا تعصي الله. تمش مستقيم وتايب بتكون أسعد زول في الدنيا والله. بتجي حاجة في القلب لا بتلقاها في الغنى ولا بتلقاها في الكورة ولا بتلقاها في القروش ولا في النوم ولا المكيفات ولا العمارات ولا العربات ولا الأكل ولا أي شيء. حاجة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حديث طويل 3 صفحات، بس أنا دار أديك سطر قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث 3 صفحات في البخاري ومسلم، من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وهم الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة وهلال. الثلاثة ديل الله نزل توبتهم بعد 50 يوم، لما نزلت التوبة كعب جل الرسول عليه الصلاة والسلام قال فدخلت عليه يبشرني الناس، فقام طلحة بن عبيد الله فعانقني، لم يقم من القوم غيره ولا أنساها لطلحة. قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستنير وجهه كأنه فلقة قمر من الفرح، ثم قال يا كعب سطر بس، قال لو فهمت السطر ده وطبقته بتعيش أسعد زول في الدنيا. قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. شفت أفضل يوم، قال لي مما ولدوك لليلة اليوم ده الله نزل فيه توبته، عشان كده أسعد يوم على العبد مش اليوم العريس فيه زوجوك ولا اللي اشترى عربية جديدة ولا عمارة ولا كذي، اليوم اللي بتوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإياخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يتوب علينا أجمعين،
ويجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.